عندنا في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا لاحظوا إلى الذالين إخواني الكرام وإذ أخذنا فالبعض يستعجل على الذالين فيقلقلهما فيقول هكذا وإذا أخذنا هكذا فهذا لا يصح فالذال ليست من حروف القلقله اذن لا بد لنا من ان نعطي الذال حقها فالذال حرف رخو هكذا واذ اخذنا لاحظوا مره اخرى واذ اخذنا بهذه الطريقه